وستكون أكثر حضوراً وقوة بما تحقق لها في الدستور، حيث عززت أحكامه مكانتها لا سيما في مجال التمكين السياسي والمشاركة في الإنعاش الاقتصادي والسعي إلى تجسيد مبدأ المناصفة في تولي المسؤوليات، فضلاً عن إقرار حمايتها من جميع أشكال العنف بموجب منظومة قانونية تتماشى وثوابتنا الوطنية. إنني أؤمن تماماً بأن بنات الجزائر تحدوهن إرادة وطنية قوية للانخراط في نهج البناء المؤسسات بكل أبعاده، خاصة فيما يتعلق باندماج المرأة في الحياة الاقتصادية من خلال تشجيع المبادرة بالمشاريع المنتجة للثروة وروح المقاولتية لدى المرأة المبدعة.